خالد عيد. خالد بيعمل فت حلو. خالد اول مره وبيمر الكاس ثاني مره والي حسام حسن وضربه جزاء. ضربه جزاء لمصر. ضربه جزاء لمصر. شايفين الفرحه، الفرحه على وجوه الجميع. الحارس السعودي وفضل انه يعلن عن ضربه جزاء. ضربه جزاء، الشيشيني يسدد وهدف. الشيشيني يسدد على المرمى، يسدد على المرمى، هدف. سامي الشيشيني واول اهداف المباراه. خالد مسعد، خالد مسعد، كره مرفوعه، جول، جول للسعوديه. حلو 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 يا شباب، حلو يا شباب. فرحنا جدا بالهدف المصري المبكر، لاننا نتمنى ان نشاهد، نتمنى ان نشاهد مباراه على مستوى عالي مثيره وحماسيه منذ بدايتها. وها نحن نفرح للمنتخب السعودي بهذا التعادل وبهذا الهدف الجميل والحلو والملعوب من المنتخب السعودي. سدد على المرمى لكن حتى الآن نادر السيد صاحي في المرمى المصري. علي ماهر باتجاه منطقة الجزاء، تسديدة حلوة، جول، جول لمصر. حلو حلو، يا سلام عليك إسماعيل يوسف. هدف مصري رائع، هدف مصري رائع وملعوب. قبل شوي كنت حقول انه الحذر من جديد عاد مرة اخرى يكسر الحذر. هدف جميل وحلو في الدقيقة 25 من الشوط الاول من هذه المباراة. لقد صدق محمود الجوهري عندما قال هناك اهداف وفي الوقت الاصلي للمباراة. ضربة ركنية للسعودية نفذت، جول، جول للسعودية. هدف، هدف جميل وحلو، رقم 11، رقم 11 سعيد دعويران يسجل الهدف الثاني للسعودية، وتتعادل السعودية الآن مع مصر. اثنين للسعودية، اثنين لمصر. الهدف في الدقيقة 28 من الشوط الثاني من المباراة. علي ماهر، برافو علي ماهر، علي ماهر. أيمن منصور، أيمن منصور، جول، جول لمصر. الله يا حسام حسن، فرجت أخيرا من على قدم فؤاد حسن، حسام حسن، وسجل هدف للذكرى. هدف جميل وحلو. شوف علي ماهر، شوف علي ماهر بيلعب كرة لأيمن منصور، أيمن منصور، أيمن منصور، وحسام حسن فولي رائع على الطريقة العالمية. هدف جميل ورائع لمصر. ثلاث أهداف لمصر، ثلاث أهداف لمصر، هدفين للسعودية. هدف جميل وحلو ورائع لمصر.